أنا أبي أن أوضح للناس أن السلام مع دولة إسرائيل هي ترى منبثقة من الفلسفة الليبرالية. ليش قلت دولة إسرائيل؟ هي دولة إسرائيل أنا أسميها. أنا وجهة نظري أسميها دولة إسرائيل. إذا كان في أحد ثاني يسميها دولة العدو ولا الكيان الصهيوني في لا أسبابه. عنده الكويت أسبابه. عندنا وايت ما زال يعتبر الصهيوني. نعم دولة الكويت تعتبرها أنا دولة عدوة يعني. ما أخذ حق الشعب الفلسطيني. أنا بحرية تعبيري أنا أروح حق مؤسسة United Nation وأشوف أنا شنو اسمها هذه الدولة. اسمها دولة إسرائيل راح أناديها دولة إسرائيل. لأن الكويت دولة إنسانية ودولة تعترف في الأمم المتحدة. الحين المسميات اللي قاعد تطلق الحين على دولة إسرائيل هي حرب على عدم حل القضية. هذا وجهة نظري. دولة إسرائيل هي دولة ما ضرت الكويت. ما ضرت الكويت ضرر مباشر أبدا. بس ضرت الشعب الفلسطيني. ضرت الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لا حق أنه يصل لكل حلوله. هذه احنا خالصين منها. بس اللي ضر الشعب الفلسطيني ترى أكثر من إسرائيل ترى قيادته. مو إسرائيل هي أضرت الشعب الفلسطيني. لا عندهم اجتماعات سرية أمنية مطبعين رسميا. وأحمد في اتفاقات وهي الشرعية الأولى مطبع مو بعد سلام مطبع. يعني هو يتعامل مع إسرائيل في كل مجالات العمل. إذا أنا كويتي بعد المسافة هذه تخليني أنا أقاطع إسرائيل حتى ولا أطبع معها ولا أسوي معها سلام وأشوف أن اللي موجودين في الداخل مطبعين وعندهم سلام مع إسرائيل. أنا شنو مشكلتي معهم؟ ليش إحنا كدولة إنسانية ما يصير في عندنا على الأقل سلام مع دولة إسرائيل ويصير في تواصل؟ الشعب الفلسطيني ما عنده حقوق؟ الواضح إنه مسلوب حقوق. الواضح منين؟ أنا لما أشوف الحين الشعب الفلسطيني وراجعة أعرف فلسطينيين يشتغلون في إسرائيل ويرجعوا عنده بيته وعنده أمواله. من الطرفين اللي يقتل إنسان مدني في الشارع امرأة كانت أو رجل أو غيره هذا إرهابي وبالضرورة أن هذا يحاسب.